يلا بابا خلونا نبلش خوف. اي 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 يا 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 هي يا هي يا ماما يا 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 هي يا ماما. شعبية الكرتون وقت اللمة شعبية الكرتون وقت اللمة هيهم شعبية الكرتون منك يا شوشو. أنا صايم حرام عليك. الحمد لله على الصيام لأنها نعمة تعلمنا الصبر، يعني الواحد لازم ما يعصب ويكون هادي ويسامح اللي غلط عليه وما يسب خلق الله. بغيظك قلت لك ما بيك، أنا بعد ما بيك. استغفر الله العظيم. لازم ما أغني في رمضان، أهم شيء صيام الجوارح وحفظ اللسان. انت ما تشوف يا ولد، يعني ما لقيت حد تلف عليه يعني. فك انك دري والشولة، انا اللي بعلمك كيف تسوق يا استغفر الله العظيم. سامحني يا رب. شو هذا اللي انا مبوني سويته؟ يعني معقولة أول رمضان أصومه شي زي يستوي فيني؟ أستغفر الله العظيم، لازم أكون حليم. شو فيك أنت؟ ملك يا ولد. هف، شو هذا؟ والله حر موت، مش مكمن شي زي. شو فيك يا حبيبي؟ شو بلاك مزايج؟ بسم الله ما شاء الله. غريبة يا واد يا حنفي، هاي أول مرة تحب فيها راسي. صايم له؟ صايم؟ انزين يا عم الصايم، عشان تزيد أجرك خد وودي الفطور هذا لزنبوه وعمك شنبيه. شو؟ عمي؟ ليش؟ يبناه ونسناه؟ همبوني هاب ساير. ها؟ يا حنفي أرمسك يا حنفي. لحداً يرمسني. انبوني أبغي أرقد، ما تشوفيني صايم؟ قال عمي قال حاولنا. يا ماما بعد علق الجرس. حي الله من ينه يا شنبيه. ايه ده؟ انت تكهرب؟ لا 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 كهربت شرها يا ام سيد، بس قلت اليوم بمر عليكم واعطيكم الطاسه مالكم، تراكم تاخرتوا من زمان ما جبتوا لي الاكل. انا مالكم خير ان شاء الله. يا زك الله خير. ايه ده؟ هي وزنها خفيف كده ليه؟ ايه ده؟ دي فاضيه. يلا وغسلينها كمان. فيك الخير. عفوا الله. زين ماشي كشري؟ ماشي بلاخية بالمرارب ولا صدق؟ تعال اقولك يا شنبيه، ما تعرفش حد بيصلح دشات؟ انا اصلح الدشات ليش؟ شوفي اصل الهوا طير الدش لاننا كنا حاطين عليه طابوقة واحدة، وانت عارف رمضان كله مسلسلات وبرامج طبخ وكلها هتطوف علي. افا عليك، الموضوع عندي وانا ابو هندي وامورك فروق. يلا تفضل على السطح، سير صلحه. زين خلاص
بمر عليك في الليل بعد صلاة التراويح، لاني الحين سنة صايم ما اقدر اشتغل في النهار. زين، نشوفك بعد التراويح. فريد لحم ولا دياي؟ بسم الله، صوت شو هذا؟ راحت علي نومة ساعة كم الحين؟ وابوي طفتني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحتى التراويح بعد. كله منك يا شوشو، شكلك تبى توديني النار وياك يا حيوان. بسم الله، شو هذا؟ شكلها فيها رابي على السطح. مايا 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 يا نادية، هو ابوي، خليني اطلب الفزع. يا ربي رد، يا ربي رد. هذا وقتها تليفونه مغلق. شنبيه، وين رقم مهير؟ وين رقم مهير؟ هزوه. الو ابو مهير، مب ابويا حميد خلانا امانه عندك؟ اي نعم. ويا زمتنا، انت المسؤول صح؟ زين انت حبرني، شو السالفه؟ تعال نبونك بسرعه، في حرامي في بيتنا. حرامي؟ خلني رعاد. يلا سكت سكت التيل وخلني اخذ الكلاش اللي عينكم الحين. سكت سكت. يلا يا شنبي خلص. اوه هزوه، ابتدى المسلسل. انزين يا مسيد، لا تاكلي القرص شنايخو. يودي هالمنطور عدل، هلا تعقيني لين ما اربط الواير. انا هطفني المشاهد بسرعه. دهدين مستعجله، شو بتشوفين يعني؟ ترى كل المسلسلات متشابهه وما فيها غير حب وغرام والجمله واحده كلهم يكررونها، ما شيء غير. حبيبتي القلب، والله العظيم أنا أحبك، أحبك يا بعد عمري يا بعد طوايفي. ولا لو بإيدي بصرخ قدام العالم وبقول بحبك. آخ العار ولا الطار. ومايا ومايا، شو هذا اللي تسوينه؟ شو هذا اللي تسويني فيني هذا؟ لا مستحيل اصدق عيوني. ايه شو بلاك يا سباي؟ شو تقول انت؟ شو تخربط؟ وانت وانت يا خاين الامانه. امانه؟ شو بعد اللي خنته؟ ابويا المرحوم حميد الله يرحمه ويطول في عمره ما خلانا امانه عندكم قبل ما يموت. ايه صار ووهقنا وعكم في الكبدنا، وانت انبولك تحافظ على امانته بانك تختلبها فوق سطح بيتها وتقول لها احبك. هذا فهم الموضوع غلط. وينو وينو الحرامي؟ عطني الكلاش خليني اصور فيه. مهير دخل دخل هالمينوت دخل. كبست عليهم يا عمي ابو مهير. استغفر الله العظيم، شو بيسكت الحين هذا المشخلة؟ اسكت على تفضحنا، خلنا نشوف نحل الفضيحة. فضيحة؟ ايه يا ابو فضيحة انت؟ لا يا نور عنيا، ده انا اشرف من الشرف، وانت يا سبع البرمبة ما تقول حاجة. خشو تبيني اقول؟ تراهم زاخين متلبسين خو ايش بيرزاني ناسين. اسمعوني انتو الاثنين، كلامي يوصيكم ويتعداكم، عندكم حل من الحلين، يا انكم تتزوجون وتأثرون على الموضوع، ولا والله والله يحطي كلاش من بين عيونكم وارميكم وبعدكم في دراب الماء، ودار درع ودار ما درع. سمعتوني؟ وانت والله ما بخبر، انا ما شفت
شفت شيء. اوهو يا جماعة الخير، قلت لكم انا ما بتقدر. الارس يبالي مصاريف زيادة، وانا انسان في بداية حياتي وما ابغي اهدم مستقبلي بالديون. انتوا ما تفهمون ولا شنو؟ بنسوي لك جمعية وبنجمع لك الفلوس، صح يا جماعة؟ وانا يعطي جاي ماي كوفي كرك بارد كله بلاش داخل ارس. انا ما هاخد ولا قرش لحد ما اعرف الحفلة دي هتكون دي جي ولا فرقة. لا اتمن، حط في البطنك خيار سيفي دي جي. طيب انا هساهم من درهم لحد 500. مشكور يا اسماء، والله انك شهم ولد قبايل، وانا ادري انكم ما بتقصرون وتوقفون وياي، بس اذا انتو ساعدتوني في العرس من وين خبي فلوس حق الفندق؟ يلا جاوبوني. اشعانا فندق والعزبة موجودة؟ قول قسم بالله، فديت لقلبك اخوي ابو مهير، بصراحة جبتها على الوتر. هيا الجماعة هناك الافطار بارتي. افا عليك يا شامبي، اذا نحن ما وقفنا وياك وسترنا عليك من اللي بيوقف؟ بصراحة انا حسبها لي انتو ربع مال مصلحة بس، لكن الحين اقتنعت انكم ظهر، ومثل ما يقول المثل الواحد في اليد احسن من 10 على الشجر. يا ابو عنبر 60 مرة قلت لك ما تدوس على الجلابية بكراعك، وانت خليك من الدراما اللي بتعمل فيها دي. يلا نمشي نوديك الحلاق. حلاق الاحسن منه. ما سمعيني زين ما زين، انت توش ابوي داخل عش الزوجية، مو يقص عليش ذويه الغراب ويقول ليش انت حب الاولي والاخير وتصدقيه. اها ولا يقول لي تساير القهوة اشوف مباراة مدريد وبرشلونة، خلي جدول الدوري الاسباني عندك. اها واذا مسكتيه بالقرم المشهود لا تسامحي الشي، لا تسامحي سوي له مثل ما أنا سويت. خلاص خلاص والله آخر، والله ما أعيدها، والله ما أضيع ريموت التلفزيون مرة ثانية. أوف إيه الظلم ده، الشر بره وبعيد. لا 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 ببوتي ما يستاهلش كده. أوي ندوي، أنت الصدق بتتزوجين؟ أمال دي كاميرا خفية؟ مالك يا ولية؟ أيوة الحمد لله هتجوز وفرحانة؟ أمال تبيني أصيح وأبشي؟ بتصيحين يوم يقولش إلا ساير الصالح، إلا ساير النادي، إلا ساير الجراج. ولا تصدقيني يوم يقول تساير تايلند علاج ويربيع، ترى ساير يحضر عيد الماي. يا خاين يا غدار، I hate you. هو ايه اللي بتشوفيه من بو عنبر هيطلع علينا؟ يعني ما حصلتيه يوم تنكدي فيه على الناس غير يوم عرسي؟ خليش منها هاي، وسمعي مني نصيحة على قولة اهل مصر، حطيها حلق في ودانش، لا تخلين ولا فلس في جيبه. لازم تكون شخصيتك قوية. سلام لا يرجع.
حبيبي نكوبينا رمضاني ما فيك حكونا مطاطا من واحد لين عشرة ناد واحد